ليعلم أنه لم يخصص الشرع وقتا لجواز زيارة القبور دون آخر، فقد روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها يخرج من آخر الليل إلى جبانة البقيع. فوجه الدليل في الحديث قولها كلما كانت ليلتها، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام يوما لزيارة القبور، فيعلم جواز الزيارة في عشر ذي الحجة والعيدين وعاشوراء وسائر المواسم. وأما ادعاء البعض تحريم زيارة القبور في العيدين بدعوى أنهما يوما فرح فلا وجه له، إذ المقصود من زيارة قبور المسلمين الاعتبار والدعاء، وهذا لا مانع منه في يوم العيد. فقد ثبت في حديث مسلم أن رسول الله كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف والقرآن المجيد، وهي السورة المعروفة بسورة قاف، ففي هذه السورة آيات تذكر بالموت والآخرة، كما في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والله تعالى أعلم وأحكم.